مبدئيا الذكاء الاجتماعي مفهوم ايجابي، النفاق مفهوم سلبي، فالاثنين ما ينفعش يتلاقوا ابدا. طيب الذكاء الاجتماعي بيختلف تماما في الدايركشن والاتيتيود. ازاي؟ الشخص اللي عنده ذكاء اجتماعي بيكون عايز يظهر اللي عنده للاخر، يعني عايز يظهر قدراته وملكاته عشان يقتنع بيها الطرف الاخر. اما الشخص المنافق بيكون عايز يظهر قدرات الاخر، يعني بيجي يثني او يشكر او يمدح يعني صفات حد تاني. لكن اللي عنده ذكاء اجتماعي هو اللي بيحاول ان هو يظهر القدرات اللي عنده بشكل مهاري للطرف الاخر، فالاتنين عكس بعض تماما ومن غير مصلحة، يعني مش شرط ان يكون حتى فيها لو كان مصلحة. فيها لا حتى لو كان فيها مصلحة، لو واحد عنده من النية ان هو يبقى حد ناجح ومعروف ومشهور ويبقى حد بيفيد الناس، ايه دي نية ايجابية، ايه الخلل فيها، ايه الخطأ اللي موجود فيها. لو حضرتك مذيع عندك ذكاء اجتماعي وده حقيقي وابتديتي تظهري للناس مهاراتك الاجتماعية اكتر، وانت بتختاري موضوعات بناء او تعرضيها بشكل كويس وتعرفي تتواصلي معاهم باللي يمسهم وتختاري الكلمات اللي هم يستخدموها وتقدم منهم الحلول لمشاكلهم، ده ذكاء اجتماعي. وطبعا في مصلحة ان حضرتك هتبقي حد قريب من الناس والناس تبدأ تتعلق بيك. الكلام ده مهواش حاجة عيب ولا غلط. لا احنا طبعا المنافق يا دكتور بيبقى عنده برضو زي ما حد قال في التقرير عنده سوء نية شوية، يعني ان هو النفاق بيتملق حد هو ممكن ما يكونش ده احساسه من جوه ولا هو شايفه كده، عشان يخرج منه مصلحة او استغلالا لموقف معين، يعني فيها جزء سلبي شوية. سيدنا عمر كان ارسى قاعدة لطيفة قوي من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لنا الظاهر والله له الباطن. يعني احنا بلاش نغوص في اغوار الناس وبلاش نتخذ من نفسنا محللين عشان نشوف ده بيقول ايه، بس انت فرق هل ده ذكي اجتماعيا ولا منافق. والحقيقه ان المنافق ما عندوش ذكاء اجتماعي. ليه؟ لان بعد ما ينافق حد معين، مصدر معين من مصادر السلطه في حياته، هذا المصدر هيتغير ويتبدل، فالناس هتعرف ان هو ستيل منافق، فبالتالي قيمته الاجتماعيه هتقل. فاذا هو ما عندوش مكانه اجتماعيه، وبالتالي ما عرفش يمارس الذكاء الاجتماعي السليم، وخصوصا انه بان عليه، يعني يبقى هو مش ذكي اجتماعيا لانه بان عليه قوي ان هو بيتملق بس هو الفارق الاصلي والجوهري ان الذكي اجتماعيا هو اللي بيظهر بمهاره اللي عنده من قدرات. اما المنافق هو اللي بيظهر بمهاره برضه ما عند غيره من قدرات، حتى لو كانت مش موجوده. طيب